شكوا في اعقاب القرارات امبارح. التامينات ايضا بتقول 11 مليون مواطن يستفيدون من زياده المعاشات بعد توجيهات سياده الرئيس. وجه اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته وقراره بزياده المعاشات بنسبه 15% اعتبارا من شهر ابريل القادم. وأوضح أنه زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من إبريل القادم وفقا لقرار الرئيس السيسي ستصرف بحد أدنى 170 جنيه وبحد أقصى 1635 جنيه. وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه شهريا، وانه تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن اشهر ابريل ومايو ويونيو. واضاف عوض انه حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من الاول من ابريل وحتى 30/6 هيستفيد منها الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش إلى أنه منذ ما يقرب من 4 أشهر فقط. وجه الرئيس بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها من معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه. طب احنا هنا بنتكلم على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودي حاجة مهمة جدا ان الدولة بتشتغل على المشكلة او التحديات اللي بتقابل المواطن المصري. ليه؟ لانه احنا لو بصينا كده ما تقوم به الدولة بتحاول ان هي تتعامل مع الازمة، ادارة الازمة، وكلمت مع حضراتكم في حلقات سابقة كتير عن فكرة انه انت تقدر ان انت تدير ازمة، والشطارة هنا ان انت تدير الازمة وقت الازمة مش في وقت الرفاهية والرخاء. هنا التعامل، كيفية التعامل والتعامل السريع، ودي حاجة مهمة قوي على طول. احنا بنلاقي كمان الشفافية من سيادة الرئيس، بيطلع يكلم المواطن المصري بيشرح على طول الظروف، على طول بيبقى فيه كمان قرارات زي اللي احنا شفناها امبارح. حاجة مهمة قوي برضو عايزة اكلمكم فيها هي فلسفة واستراتيجية لو حضرتك طبقتها وكيف حدثت في العالم كله، العالم كله بيتخذها منهاج عمل ازاي. دي فلسفة طلعت بعد الحرب العالمية الثانية، طلعت فين بالتحديد؟ في كوكب اليابان الشقيق. ايه هي دي فلسفة؟ اسمها فلسفة الكايزن. ايه فلسفة الكايزن ده؟ ده اسلوب عمل استراتيجية. ده اولا واخيرا هو بيحثك على منع الهدر، منع هدر اي حاجة، طبقها من اكبر حاجة الى اصغر حاجة، منع هدر اي حاجة، استغلال كل حاجة صغيرة وكبيرة حتى من ضمنهم وقتك، وده الحاجة الثرية اللي حضرتك المفروض تحافظ عليها قدر المستطاع. استراتيجية الكايزن دي استغلتها اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وتعمل فيها كتب بالمناسبة، وفي كتاب معروف جدا في اليابان اسمه فلسفة الكايزن. هي عبارة عن كلمتين مع بعض، وهو فكرة ان انت التغيير السريع على مسافات، حتى لو انت بتعمله على مسافات بس بتعمله على طول متواصل. فهنا الاستراتيجية او فلسفة الكايزن هي بتحث على انه انا هنا برضو برد على الناس اللي بتقول طب التقدم قد ايه، طب احنا بنقيس التقدم ازاي. الدول، انا بقول لكم بقى يعني الناس اللي هي بتضرب مثال بكوكب اليابان الشقيق، لا، هم عندهم استراتيجية ماشيين عليها انه حتى لو في تقدم قليل بيساوي في الاخر بعد ما حضرتك بقى تجمع ما تم إحرازه من تقدم، بيجمع معاك تقدم كثير جدا حتى لو انت عملته على مراحل. هنا بقى هي فكرة ان انت تكون على طول عندك استدامة في تحقيق الإنجازات، وهنا طبعا بشير ليها عشان الناس اللي كانت بتقلل مما يحدث من إنجازات في الفترة الأخيرة. هنا حضرتك بيبقى عندك تحديات وعلى نفس المنوال وعلى وبالتوازي كمان انت ماشي في تحقيق الإنجازات.